تخافش على الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة أينما كنتم. ما هذا؟ ولماذا؟ وكيف؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم ولقاء الاثنين من ملك وكتابة، حلقة مهمة في توقيت أهم، لكن البداية استفهامية قوي. ليه؟ منذ لحظة إعلان فوز الزمالك بالدوري العام بدأت حالة بعديها يكاد يكون مباشرة، سواء بعد نهاية المباراة أثناء التتويج وبعديها تداعيات، مش فاهم. أنا وأنا بتابعها اتخضيت. إيه ده؟ مرة واحدة في إيه يا إخوانا؟ في إيه؟ خير خير، الزمالك كسب، أهلا وسهلا، مبروك ليهم وماشي. نقعد بقى تقول والله أصل التحكيم، وأنا أقول لك أصل مش عارف ظلمني في إيه، وأنت تقول لي لا ده إحنا خدنا حقنا، وأنا أختلف على الفار وبتاع. ده كلام في الرياضة وفي الكورة، ويحدث وهيحدث ومقبول، واخد بالك، إنك تتناقش في هذه الأمور. الخلاف انا يعني عمال افكر يا جماعه، ايه علاقه ان نادي يكسب لازم انزل اشتم الناس كلها؟ انت راجل اهلاوي ساكن في عماره، وانت لما الاهلي يكسب لازم تنزل تشتم في العماره وتخبط عليهم وتضرب لهم الاجراس وتطلع لهم لسانك وتشتم فيهم عشان تعرفوا يا مش عارف ايه يا ايه يا ايه؟ يا حبيبي خلاص، كويس، افرح، حادث رياضي يبقى في سياقه وفي اطاره. لكن في نفس اللحظة التي تنتهي بها المباراة معلنة فوز الزمالك بالدوري، نجم كبير جدا يطلع يشتم النادي الأهلي اللي مش موجود في المشهد، لحد استفزه ولا بتاع، يقول لك أصله من مش عارف من كام سنة كان الجمهور شتم، فالجمهور يقول لك لا ما هو اللي ابتدى مش عارف، ونخش في حاجة ملهاش معنى بحسابات. احنا قلنا قبل كده النجم ده شخص تقدر تشاور عليه وتعرف تعرف قيمته وتأثيره، الجمهور هتشاور على مين؟ واحنا بنستنكر من الجماهير هذا الكلام، ولكن بنستنكر بدرجة أكتر وأكبر النجوم. مش معقولة إن يبقى ده منهج احتفال، إن في 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 أروقة النادي الأهلي في ماتش 99 يحصل هذا الأمر من نجم آخر من نجوم الفريق وأوركسترا، يتكرر الامر مع الفريق الاول. ايه علاقه انك تحتفل بالسباب والتجاوز على رموز النادي الاهلي؟ الا حتى لو قلنا الجماهير، حتى لو قلنا حد محدد من النادي الاهلي ضايقك في حاجه، لكن لا يمكن يكون الكابتن صالح سليم رحمه الله عليه ضايقك في حاجه، ولا الكابتن حسن حمدي ضايقك في حاجه، ولا الكابتن الخطيب ضايقك في حاجه، ولا رموز كثيره جدا مما يسبون على من خلال هؤلاء النجوم. وقبلنا التبرير، مش قبلنا، شفنا التبرير المتتالي لماذا هذا التجاوز، وان اللي تجاوز هو الضحيه. لا، نخش بقى بعد كده في 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 يعني لما بنيجي نقول يا استاذ ابراهيم السوشيال ميديا والعالم الافتراضي والناس اللي على الكيبورد وعمالين نتكلم على كده الجماهير، لكن الإشكالية أن يقحم المثقفون أنفسهم في هذه الديلمة، ونفاجأ أن التجاوز اتنقل مرحلة تانية، مرحلة فيها منهج بقى، ده المثقفين اللي الناس هم أهل التنوير اللي بيقولوا الكلمة عشان الناس تمشي وراهم، اللي بيقولوا المعلومة ويقدروا يبرروها ويؤثروا بيها. انتظرنا ان حد يستنكر، وجدنا التأييد المطلق من المسؤولين. يعني طب هتروح لمين؟ بيان يطلع يقول لك هدافع عن الاعلام اللي هو ما مش هدافع عن الاعلام اللي بيدافع عن الزمالك، هدافع عن الاعلام اللي بيتعرض لاستنكار الاهلي اللي بيهاجمه، اعلام بيهاجم الاهلي، مثقفين بيهاجموا الاهلي، يجي الاهلي يستنكر هذا ويدور على ياخد حقه ازاي بالشياكه بدون تجاوز بدون رد، يطلع بيان يقول لك لا بقى ده احنا
ده احنا اللي هنقف ودي اول مره اشوفها. صحيح، اول مره اشوف كيان بيحمي الاعلام. يعني الكيانات التي تحمي الاعلام هي اللي ليها علاقه الرئاسات المباشره طبعا، وللاسف موجوده برضو وشفناها وهي بتحمي. يعني كنت اتصور ان يحصل تحقيق ويطلع بعديه بيان، لكن ما علينا. انما نادي المنافس بتاعه بتشتم، فالمنافس يجي يقول حرف عضيه، اقول له طب وريني بقى زمين اللي هيجي ناحيتهم. ايه ده؟ ايه ده يا استاذ ابراهيم؟ دخلنا في كلمه لماذا؟ ده لماذا انت مجهز لنا لماذا؟ لكن لكن وكيف؟ كيف؟ اشمعنى كيف؟ كيف؟ لان انا عمال اقول هو انا هخش في الموضوع ده من غير ما اشخصنه ازاي؟ هو انا غضبي ده وحيرتي دي وقلقي ده ازاي يعني هتعامل في هذا الامر؟ مش عايز اشخصنه. وجدت ان المنهج الوحيد الصح اننا نرجع لهويه هذا البرنامج. خلافنا يا استاذ ابراهيم سيبني معلش اكمل. لقيت ان ينبغي ان يكون تناولنا خلافنا مع المكتوب مش مع الكاتب، فنخرج من حته الشخصنه الى الموضوعيه التي ندعو الجميع انهم يفكروا معانا.